كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو خاص، غادي نمشي انا وياكم نديروا جوله في ايمايوس او كما كنقول الجوطية ديال فرنسا، واحد المجازين اللي كيبيعوا فيه هذاك الشيء ديال دوكازيون. غادي نمشي بكم ان شاء الله ونتساراو جميع ونشوفوا شنو كاين. مرحبا بكم معايا. المهم البنات صافي حنا وصلنا، هي هذه كما قلت لكم الجوطيه بحال شكل المكازا. هانتوما يعني كيكونوا فيها الحوايج، فيها الفراش على حساب الاذواق، وكل حاجه البنات يعني محطوط فيها هكا الثمن ديالها كما كتشوفوا معايا. يعني كاين كل شيء، كاين المواعن، كاين الحوايج، كاين كل شيء صراحه كبيره بزاف. مهم غادي نحاول انني نصور لكم شويه، وكاين الحاجه اللي قديمه وكاين حتى داكشي اللي جديد، يعني البنات على حساب نتوما علاش كتقلبوا. وهنا كما كيكم البنات يعني كاين الفراش، كاين الاثاث، المهم كل واحد واللي كيجي يقلب. والاثمنه يعني مناسبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، يعني شوفوا بحال دابا هكا هذا كيدير 30 اورو. المهم صراحه هما البنات ما كتلقاوش دائما الحاجه نفسها، لان كيتبدل الامر كيتغير احنا حسب يعني حيت هاد الجوطيه كيفاش نقولوا الناس. بحال دابا مثلا انت عندك شي حاجه ما محتاجاهاش كتعطيها لهم، وهما كيعاودوا بها البيع باش كيعاونوا بهم الناس اللي ما فحالهمش، الناس اللي ما عندهمش. المهم على هاد الشكل البنات كما قلت لكم، يعني كاين الاثاث اللي بغيتو وكاينين حتى الحوايج. هما الاثمنه يعني مناسبه 8 اورو 2 اورو، المهم على نتوما واش كتقلبوا. وهما البنات كنت شفت انا واحد النهار في التلفازه داروا عليهم واحد البرنامج، يعني الثمن كيحسبوه ناقص 3 الاضعاف، يعني مثلا شي حاجه كدير 10 اورو هم كدير 30 اورو هما كيبيعوها لك ب 10 اورو مثلا. هادشي اللي كنت شفت انا بالنسبه للجديد. اما بالنسبه للقديم يعني اثمنه اللي كتكون رمزيه جدا جدا. المهم هانتوما البنات المهم غنقربكمش من شنو كاين، لان قلت لكم هذاك الشيء اللي كيكون كيتبدل، ولكن بالنسبه لكم تشوفوا الفكره. هانتوما البنات بحال دابا هذا الماريو كيدير 10 100 اورو، هذا كيدير 70 اورو. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم غنوريكم هذاك الشيء اللي كاين. ممكن البنات حتى الصابط هانتوما، يعني كاينه كل حاجه بلاصتها، بلاصه المواعن، بلاصه الحوايج، بلاصه لي زور. المهم اللي بغيتو اللي كتقلبوا عليه تجيو هنا تلقاو. كاين حتى من لي غوب دو مارياج هانتوما، المهم البنات اللي بغاو هكا ان غوب ثمن مناسب بحال دابا هذه كدير 110 اورو، وكتقدو البنات يعني شي حاجه تشريوها وانتوما تجدو فيها اولا، المهم على حساب المستعطى. وهانتوما معايا وانا غنصور لكم شنو لينا البنات. حتى الكتب بالنسبه للناس يعني اللي كيكونوا عشاق ديال الكتب، هما البنات المهم بالنسبه للناس اللي كيكونوا هكا عشاق ديال الكتب كيكونوا كتب اللي زويونين هكا بالنسبه ليكم بالنسبه لوليداتكم، تجي كتاخذي داكشي باثمنه مناسبه جدا. ودابا الغزالات دخلنا للدار، غادي نوجد انا وياكم واحد الروتين اللي غيكون ساهل وبسيط، غادي نديرو فيه واحد العشيوه اللي خفيفه ومتناول الجميع، وكتوجد في دقائق معدوده من يكون هكا خرجنا وفوجنا ما عندناش الوقت اننا ندخلوا بزاف الكوزينه. نتوما عارفين دابا البنات مع الصيف الواحد يعني كي ايفيتي يدخل ساعات طوال في الكوزينه، نبغيو نستغلوا الوقت ديالنا اكثر اننا نفوجوا ونخرجوا ونتساراو. مهم غادي يكون هذا الروتين كما قلت لكم خفيف وظريف. غادي نوجدوا واحد الكراتان اللي كيجيب البروكولي وكيجيب البطاطا، ساهل وبسيط. تابعوا معايا الروتين ديالي، انا متاكده انه غادي يعجبكم، وكنتمنى ان الخرجه اللي شاركت معاكم وهذا الروتين يكون راقكم، وتابعوا معايا طريقه تحضير الكراتان ديالنا. المهم البنات كما شفتوا معايا عندي هنا البروكولي على هذا الشكل، يعني البروكولي اولا الشيفرون الاخضر، ودرتو معاه هكا البطاطا من حد باقي البارد. كما شفتوا هكا البطاطا اللي قطعتها هكا مكعبات، كيبقى لكم يعني الاختيار بغيتو ديروها مكعبات بغيتو ديروها دوائر. هنا البنات غادي نضيف غير واحد شويه من الملح باش يعني داك
الشيفرول ديالنا ولا البروكولي مع البطاطا يعني يطيبوا لينا من السمين، غادي نسلقوهم غير شويه يعني ماشي بزاف، غير يدخل من معاهم الطياب يعني واحد كما كنقولوا نسلقه يعني واحد 7 ديال الدقائق، لانني انا درت الماء بارد ودرت الماء سخون يعني غير واحد 5 دقائق، ومن بعد يعني مباشره نخليهم يتسلقوا ونمروا نوجدوا صدر ديال الدجاج ديالنا. وصافي البنات كما كتشوفوا البطاطا ديالي مع البروكولي ها هما تسلقوا، كنديرهم هكا يتسقطوا، ضروري انكم تسقطروها من الماء. وهنايا عندي هذه كتبقى اختياريه البنات، عندي مكعبات ديال صدر الدجاج الكميه اللي نتوما متوفرين عندها، عندي هنا واحد الملعقه ديال الكزبر ومعندوس، وعندي هنا بصل مفروم. يعني بالنسبه للبنات صدر ديال الدجاج تقدروا تستغناو عليه اولا تقدروا يعني تضيفوا يعني باش يجيكم طبق اللي يكون متكامل، يعني كيبقى كما قلت لكم اختياري، تقدروا تعوضوه بالطونه اولا تعوضوه باللحم المفروم لكم الاختيار. هنا البنات غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال زيت المائده كما شفتوا معايا، غادي نضيف الثوم، عندي هنا ثوم مجفف. بالنسبه للبنات الثوم مجفف يعني انا كنبغي لحقاش ما كيكونش بزاف مجهز، وانتم انا بغيتو تستعملوا يعني حبه اولا حبتين ديال الثوم تقدروا تفرموهم. وهنا عندنا ابزار وملح. صافي البنات هادو هما التوابل وهادو هما المكونات. دابا يعني غنبقى نخلي هاد الصدر ديال الدجاج ديالي يطيب، كما قلت لكم يعني راه كيوجد دغيا، نتوما عارفين الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب ودغيا كيوجد، كنبقى هكا نقليه حتى كنحس بانه طاب. صافي البنات ومن بعد غادي نطفيو. صافي هادو هما التحضيرات، ومن بعد غنمر انا وياكم نوجدوا الصوص ديال البيشاميل وصافي يكون الطبق ديالنا موجود. صافي البنات الدجاج ديالي من طاب كيجي على هذا الشكل، يعني كنخليه حتى كيطاب وكتنشف ليا ديك البصيله وكتذوب. صافي دابا غادي نوجد البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل عندي هنا ملعقه ديال الزبده اولا المانغارين، المهم اللي متوفر عندكم، كنخليوها هكا تذوب. من بعد غادي نضيف على ملعقه ديال الفرينه اولا الدقيق حتى كيتجانسوا ليا مزيان، يعني كيدوبوا ليا مع بعضهم مزيان، وكنخلطها بالحليب اللي يكون بارد البنات. ومن بعد غادي نسمها بشويه ديال الملحه والابزار والكوزه. المهم انا هذه هي طريقتي البنات ديال البيشاميل، يعني طريقه سهله. سمحوا لي دائما كنقول البنات البنات، المهم حكينين حتى الاخوه اللي قدوا يدخلوا معنا اللي عجبتهم حتى هما الوصفه. كما قلت لكم غادي نضيف ملعقه ديال الدقيق وغادي نخلطها هكا مزيان حتى تجانس ليا يعني هذوك المانغارين مع الدقيق ديالي هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ومن بعد يعني غادي نضيف الحليب. الكميه البنات انا الصراحه ما درتش هنا كميه، يعني كت على حسب نتوما الكميه اللي بغيتوا، على حسب شحال درتو ديال البطاطا وشحال درتو ديال الشوكولاته. انا الصراحه كندير كنقوي البيشاميل وما كنخليهاش تعقد بزاف، كنخليها تكون شويه جاريه باش كت يعني كتعوم ليا كاع ديك البطاطا وهذاك البروكولي ديالي باش كيجي لنا الكراتيل زوين وبنين. صافي على هذا الشكل البنات يعني غنكمل بحال هكا البيشاميل ديالي. ومن بعد كما قلت لكم غنسمها، عندي هنا معلقه ديال الملحه يعني ملعقه صغيره مع مراش، عندي هنا الجوزه اولا الكوزه، وعندي الفلفل الاسود. يعني بالنسبه للكوزه البنات كتكون اختياريه، ولكن الصراحه كتنسم لينا مزيان البيشاميل ديالنا وكتعطي واحد المذاق مختلف للغراتان. صافي البنات يعني جميع العناصر وجدوا ليا، دابا ما بقى لينا الا نوجدوا الغراتان ديالنا ونخشيو في الفرن. وصافي البنات من وجد عندنا كل شيء، دابا صافي غادي نضيفو البطاطا ديالنا والبروكولي. كما قلت لكم البنات تقدو تستغنيو على البروكولي، تقدو تعوضوه بالكورجيت. الصراحه هذه كتجي طريقه زوينه انكم تبكلو الوليدات ديالكم الخضر. الصراحه انا الوليدات ما بقاوش كيبغيو ليا هكا هذا الشيء، هذا البروكولي والكورجيت وداك الشيء، وبهذه الطريقه حيت كاينه هذيك البيشاميل وهذا الصدر ديال الدجاج، والله الا البنات كيحماقوا علو كتعجبهم، عرفتي كتجيهم كيموت كيفرحوا نهار اللي كندير لهم هذا الكغاتان. كما قلت لكم يعني البنات وجبه متكامله، بغيتو تقدموها بلا لحوم كتقدموها. المهم انا الصراحه درت معها صدر ديال الدجاج لان كيزيد يعطيها واحد المذاق وكيزيد يعطيها واحد الرونق.
وصافي البنات دابا هذه البيشاميل كما كتشوفوا معايا انا خليتها شويه جاريه كما كيكم باش كتدخل لينا مزيان في العناصر كاملين. كنضيفوها على هذا الشكل في الكراتان ديالنا، ومن بعد غادي نضيف له الفرماج المحكوك. البنات بالنسبه للفرماج المحكوك يعني حتى هو الكميه على حساب اللي متوفر عندكم. غنحاول غير باش نحرك شويه باش هذيك البيشاميل البنات تدخل عندنا مزيان في البطاطا والبروكولي، لحقاش هي اللي غادي تعطيه داك المذاق الزويون. دابا غادي نضيف شويه ديال كما قلت لكم شويه ديال الفرماج المحكوك. بغيت غير نتقاسم معكم البنات، المهم انا كناخذ هذا الفرماج، هذا كناخذه من ليدل كما كتشوفوا، هو مرسوم عليه خاص بالكغاتان. الثمن ديالو البنات رخيص والصراحه زوين، عرفتي كيعطي واحد المذاق زوين هكا لي كغاتان ولي بيتزا. وفيه ثلاثه ديال الفرماج، فيه الموتزاريلا وفيه الايمونتال. المهم الصراحه زويون البنات، المهم على هذا الشكل. وبالنسبه للكميه ديال الفرماج حتى هي على حساب البنات المستطاع والحساب المتوفر عندكم في الدار. دابا البنات يعني كل شيء عندنا طايب، غادي نديروا الكغاتان ديالنا في الفرن، غير تحمر لينا هذاك الفرماج من الفوق وبالصحه والراحه هو موجود. صافي البنات هي هذه العشيوه ديالي، كما شفتوا الكراتان ديالنا كيجي هكا محمر وكيجي معلك البنات كما كتشوفوا بلاصوص بيشاميل. كما شفتوا معايا قدمته مع شلاضه المهم اللي متوفر عندكم، ومع هذا الفلون اللي كان متوفر عندي ديجا كنت دايراه وكلينا منه شويه غير قديته. الواحد يحط لي كان ويوجد به. وهنا هاد الوريدات ديالي اللي كنهديهم ليكم البنات بكل حب والدراري، وكنقول لكم شكرا على التشجيع ديالكم، وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل باذن الله. وكنتمنى ان هذا الروتين ديالي تكونوا استفدتوا منه، وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل باذن الله.